السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة تانية إعدادي، إزيكم يا أبطال؟ النهاردة يونت 9 الوحدة التاسعة Watch, Listen and Make. ده اسم الوحدة، هناخد النهاردة إن شاء الله Lessons 1 and 2. ركز يا بطل معايا، كبر الصورة وعلي الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة. و Let's start. طيب احنا هنبدأ بالكلمات. فأول كلمة عندنا هي أنشطة. يعني ايه أنشطة؟ يعني activities. أنشطة بقى بتعملها في وقت فراغك اسمها activities. دي بتاخد الفعل do قبلها، نقول do activities يعني يؤدي أنشطة. يمثل act. قاعة حفلات موسيقية اسمها concert hall. رائع يعني cool. في معاني كتير جدا لكلمة رائع، منها cool. ملابس خاصة بمناسبة أو أزياء اسمها customs. نادي الدراما اسمه drama club. آلة موسيقية يعني musical instrument. كلمة play تنفع لها ثلاث معاني، يلعب ده المعنى المعروف، ويعزف لما يجي بعدها آلة موسيقية، وكذلك معناها مسرحية. okay. play. let's watch a play أو act a play، يمثل مسرحية. المنظر الطبيعي اسمه scenery. النص الكتابي أو السيناريو المكتوب اللي الممثل بيتدرب عليه وبيقراه ويحفظه اسمه script. أما العرض اسمه show. يؤدي عرض، فالعرض اسمه show. مسرح يعني theater. وفن art. عايز تقول على حاجة قديم جدا أو أثري ancient. أنا شايف الكلمات سهلة، تمام. فنان artist، هي كلمة art ضيف ليها ist تبقى artist، الفنان artist. مزدحم busy، هي ليها معنيين، مشغول I'm busy أنا مشغول، أو busy مزدحم the bus is busy أو the place is busy المكان مزدحم. فكلمة busy مزدحم، busy. فن الخط اسمها calligraphy. القرن اللي هو 100 سنة اسمه century. المتحف المصري للفن الحديث اسمه the Egyptian Museum of Modern Art. طيب كلمة clay اللي هو الطين أو الصلصال clay. وزاهي بالألوان أو مشبع بالألوان اسمها colorful. يصف يعني describe. مجانا اسمها free يعني without money، بدون فلوس اسمها free. منطقة إسلامية يعني Islamic area. اللوحة الملونة أو المرسومة اسمها painting. أما الفعل recommend يعني يوصي أو يرشح، أنا برشح لك حاجة أو بوصيك بحاجة، فأنا كده I recommend. وطبعا ده فعل منتظم، فبتلاقي كده جنبه إيدي يعني recommended الماضي بتاعه. النقد اسمه review. في فرق بين النقد والانتقاد. انتقاد ان انا اطلع العيوب بس، لكن النقد ان انا انقد بقى، ان انا اقول ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، تمام. فده اسمه review. تمثال يعني statue. والحجر اسمه stone. برنامج تلفزيوني يعني TV program. وخشب wood. متحف النسيج اسمه The Textile Museum. الرسم المتحرك بقى اسمه Cartoon. والرسم Drawing. يبقى الرسومات المتحركة اللي هي الكرتون والرسم Drawing. صورة فوتوغرافية يعني Photograph. صورة فنية للوجه يعني Portrait. الفخار أو الخزف اسمه pottery.
والنحت اسمه sculpture. القدره اسمها ability. طيب المحادثه او الدردشه chat. تالف خلاص بايظ damaged. ساقيه الصاوي اسمها الصاوي culture wheel. متحمس او منفعل يعني excited. حفله عائليه family party. طبعا family اسره, party حفله, family party حفله عائليه. رائع fantastic. ورجل الاطفاء firefighter. اسم مركب من fire وfighter مع بعض بدون مسافه, firefighter رجل اطفاء. اللغه الفرنسيه اسمها French. يرسم بالالوان او يدهن paint. دار الاوبرا المصريه the Cairo Opera House. مصر القديمه ancient Egypt. ancient يعني قديم جدا وعتيق, ancient Egypt. مظلم dark. المصريون Egyptians. اول حرف في الجنسيات capital. شيق او مثير interesting. ايران, دولة ايران اسمها ايران. نوع ممكن تتقال ثلاث كلمات يعني kind, ممكن type, ممكن sort. kind نوع, what kind ما نوع, او type, what type برضو ما نوع, وكمان sort. يشبه يعني look like. وعادي يعني normal. طيب expressions عندي act in a play, يمثل في مسرحية, act in a play. يبقى act يمثل و play مسرحية, ف act in a play يمثل في مسرحية. answer يجاوب. طب answer the phone, يرد على تليفون. answer the phone. The phone is ringing, could you answer the phone please. answer the phone. Do makeup يعني يقوم بوضع المكياج. Do makeup. طب هي تنفع put on makeup زي ما درستها زمان, أو تنفع وتنفع do makeup. Have an end of year show يعني have هنا لديه عرض نهاية العام اللي هي an end of year اللي هي نهاية العام, show يعني عرض. Have an end of year show. Paint قلناها يرسم بالفرشة, تمام. Paint scenery يرسم منظر طبيعي, paint scenery. يعزف على آلة موسيقية يعني play an instrument. Play music يعزف موسيقى, play music. طب سيو يخيط, سيو كاستمز يخيط ملابس أو يخيط أزياء, سيو كاستمز أزياء خاصة بمناسبة أو الأزياء اللي الممثلين هيرتدوها, فدي اسمها كاستمز. Write a script يكتب السيناريو أو يؤلف السيناريو, write a script يكتب نصا أو سيناريو, write a script. Pay money يدفع فلوس, pay money يدفع فلوس. حروف الجر عندك get ready for يجهز لي أو يستعد لي. We're getting ready for the concert, نحن نجهز للحفلة الموسيقية. Help with يعني يساعد في, help with. I helped my mom with the housework, أنا ساعدت ماما في شغل البيت. Help with. Look through ينظر من خلال, look through. The best at الأفضل في, okay, the best at drawing الأفضل في الرسم, the best at acting الأفضل في التمثيل, the best at طبعا good at جيد لكن the best ده الأفضل, the best at. مشهور بي يعني famous for. From different times من أوقات مختلفة, from different times. عايز تقول من وجهة نظري اسمها from my point of view. مهتم بي يعني interested in. okay, interested in مهتم بي. يعني خيط يعني sew. والماضي منها sewed. والتصريف الثالث sewn. يتحدث speak
والماضي spoke تحدث spoke، والتصريف الثالث spoken speak spoke spoken. طيب show يعرض والماضي showed ولكن التصريف الثالث shown show showed shown. يدفع فلوس يعني pay pay والماضي paid والتصريف الثالث paid. يعلم أو يدرس يعني teach teach والماضي taught taught والتصريف الثالث taught، يبقى teach taught taught. قال لك تعالى نشوف الديفينيشنز كده مع بعض. ايه هو الارتست؟ الفنان. مين هو الارتست؟ هو a person شخص who paints بيلون or draws او بيرسم for a job، ودي وظيفته، هي دي الوظيفة بتاعته فهو artist. cartoon الرسوم المتحركة cartoon. a funny drawing يعني رسمة مضحكة. okay. usually showing people or animals او مسلية بتبين ناس او حيوانات. customs اللي هي الملابس okay. او الازياء الخاصة بالمناسبة او ملابس الممثلين في العمل الفني فده اسمه customs. clothes that you wear ملابس بتلبسها to look like someone علشان تبقى شبه حد or something else او حاجة مختلفة. free مجانا okay. free يعني without paying money بدون فلوس. portrait اللي هو صورة مرسومة للوجه يعني a painting or photograph هي صورة تمام of a person's face وطلع فيها وجه الإنسان. pottery الفخار او الخزف فقالك the things that are made from clay حاجات مصنوعة من clay من الطين من الصلصال such as cups ممكن تبقى cups فنجين and plates واكواب. sculpture اللي هو النحت ايه هو art هو فن made from stone مصنوع من حجر or wood او خشب that looks like people ونخلي الحجر ده او الخشب ده شبه انسان animals او حيوانات or other things او اشياء اخرى. script اللي هو السيناريو لك script ده بقى the words of a play الكلمات بتاعت المسرحية okay. فده اسمه script السيناريو النص بتاعها. نبص بقى على synonyms والantonyms. كلمة cool رائع السينونيم ليها wonderful 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 اما الانتونيم ليها terrible يعني very bad وحش جدا terrible. كلمة ancient اللي هو قديم ايه السينونيم مرادفها كلمة very old very old اما الانتونيم ليها modern modern. كلمة busy مزدحم busy بتساوي crowded crowded يبقى السينونيم ليها crowded اما الانتونيم ليها empty empty empty. طيب تعالى على السفكس اللي انا هضيفه في اخر الكلمة زي مثلا كلمة music okay music. طيب ضيف لها al تبقى musical هتتحول من اسم music لadjective لصفة musical موسيقي musical instrument آلة موسيقية. كلمة scene اللي هو المشهد طيب ضيف لها ery تبقى scenery okay. ايه هو scenery؟ المنظر الطبيعي scenery scenery. طيب كلمة art الفن ضيف لها suffix ist تبقى artist اللي هو الفنان artist. كلمة color اللون الكلمة دي noun اسم طيب ضيف لها ful هتبقى colorful مشبع بالألوان وزاهي بالألوان وبقت adjective بقت صفة. طيب طبعا language notes احنا متعودين ان احنا بنقول language notes مع الجرامر على البورد. بس قبل ما نروح للبورد في حاجة صغيرة بعنوان a review of a museum يعني مقالة نقدية عن متحف. فمثلا بنقول in Egypt مصر has many famous and interesting museums بها الكثير من المتاحف المشهورة والشيقة. there are new and ancient museums in Egypt وفي متاحف كتير في مصر جديدة وقديمة. أنا لسه لغاية دلوقتي ما دخلتش في المتحف اللي أنا أقصده ده كلام عام لغاية دلوقتي. but I prefer the ancient ones أنا بفضل المتاحف القديمة. I visited هقول بقى المتحف دلوقتي بقى I visited the textile museum أنا زرت متحف النسيج in Cairo في القاهرة. I liked it very much حبيته كتير جدا. you can see many arts there ممكن تشوف هناك الكثير من الأعمال الفنية okay. أبدأ أوصف description ده هو الريفيو. the museum has lots of clothes أقول جوا إيه المتحف به الكثير من الملابس from different times in history من أوقات مختلفة في التاريخ يعني ملابس كل حقبة أو كل عصر تمام. I thought the clothes from ancient Egypt
انا في فكري كده بقى ان الملابس بتاعت مصر القديمة were fantastic، كانت رائعة. You can know a lot of information، ممكن نعرف الكثير من المعلومات about life، عن الحياة، in the past، من الماضي، from the statues there، من التماثيل اللي هناك. My favorite thing، افضل حاجة عندي was the Islamic area، هي المنطقة الإسلامية، where you can see different kinds of calligraphy، وفيها هتشوف أنواع مختلفة من فن الخط. If you want to take photos، لو أنت عاوز تلتقط صور، it is a good idea to take a good camera، فكرة جيدة أنك تاخد معك كاميرا كويسة. ليه؟ Because the museum is quite dark، لأن المتحف إلى حد ما dark، مظلم. طيب يلا بينا يا بطل ننتقل إلى البورد. أول حاجة language notes. بص، الفعل talk يعني يتكلم، talk اللي هي T A L K. طيب talk لما يجي بعدها to، يبقى talk to يتحدث إلى، خلاص، يبقى talk to يتحدث إلى، هنجيب بعدها شخص احنا بنتكلم معاه، talk to. طيب بعد talk to، بعد الشخص، أقول about، عن، about، يبقى about بقى يعني عن، هيجي بعدها اسم او فعل مضاف له اي ان جي، لان about حرف جر، يبقى about هيجي بعدها اسم noun او فعل مضاف له اي ان جي، يبقى هنا talk to بعدها الشخص، اوكي، وabout يعني عن، يبقى talk to يتحدث الى، اجيب بعدها الشخص اللي انا بكلمه، وبعد كده about عن، وحاجه مضاف لها اسم او فعل مضاف له اي ان جي. I talk to people، انا اتحدث الى الناس، about acting، عن التمثيل، اوكي. I talk to people، I، انا، talk to، اوكي، I talk to، انا اتحدث الى، اتحدث لمين؟ people، الناس. I talk to people about، واحنا قلنا about يعني عن، about acting، ايه اللي جه بعد about؟ فعل مضاف له ing، اتحدث الى الناس عن التمثيل. فدي كانت اول ملاحظه. تاني ملاحظه، interested in يعني مهتم به، هيجي بعدها ايه؟ استنى كده، ان حرف جر، يبقى هيجي اسم او فعل مضاف له اي ان جي، اوكي، interested in، interested in، اهي interested، interested in، هيجي بعدها اسم، اوكي، او فعل مضاف له اي ان جي، يعني interested in يعني مهتم بيه، هيجي بعدها noun، اسم او فعل مضاف له اي ان جي. I'm interested in football، انا مهتم بكرة القدم، or I'm interested in playing football، I'm interested in acting. فinterested in بعدها اسم او فعل مضاف له اي ان جي. طيب بعد كده عندك recommend، اللي هي يرشح حاجه او توصف حاجه، اسمها recommend، recommend، اوكي، recommend. الفعل recommend ده هيجي بعده اسم او فعل مضاف له اي ان جي، كل حاجه النهارده في اسم او فعل مضاف له اي ان جي. فrecommend برضو نفس القصه، هيجي بعده noun، I recommend this film، انا برشح لك الفيلم ده، يبقى هيجي اسم او فعل مضاف له اي ان جي. I recommend watching this film، I recommend eating this food. Recommend يرشح او يوصف حاجة بعدها اسم او فعل مضاف له اي ان جي، زي ما قال لي في المثال I recommended visiting، انا بوصيك بزيارة the Egyptian museum، المتحف المصري. I recommend، I recommend visiting، اوكي، ايه اللي جه بعد recommend؟ فعل مضاف له اي ان جي، I recommend visiting the Egyptian museum. بالنسبة بقى للجرامر، فأول حاجة هنتكلم عليها هي إزاي تعبر عن القدرة، إزاي تقول أنا أقدر أو أنا أستطيع. فأول طريقة هي طريقة can و can't. can يستطيع و can't لا يستطيع، ما تجيبش قبلهم verb to be، يعني ما تقولش I am can، لا، I can، من غير am و is و are، من غير was و where، I can أو I can't، he can أو he can't، هيجي بعد can و can't infinitive فعل في المصدر. ده بالنسبة ل can و can't، okay؟ I can play tennis، I can، مفيش verb to be قبل can، خلي بالك. I can play، جي بعد can فعل في المصدر، I can play tennis، تمام؟ طيب she can't draw، هي لا تستطيع أن ترسم، يبقى ده بالنسبة للإثبات وده بالنسبة للنفي. طيب ممكن نسأل بكان في الأول، can you، هل تستطيع، تمام، can you،
Can you sing? هل تستطيع أن تغني؟ Can you sing? يا إما yes I can يا إما no I can't. أجاوب وأقول yes I can. Yes I can أو no I can't. ممكن أستخدم can فعل مساعد في السؤال. What can you do? What can you do? خلي بالك do مش does ولا doing. لازم مصدر طالما كان موجود. يبقى أنا أقول what can you do؟ يعني ماذا تستطيع أن تفعل؟ أو what can you see؟ ماذا تستطيع أن ترى؟ أداة استفهام. what الفعل مساعد can. what can you do؟ يبقى can فعل مساعد مش محتاج معاه فعل مساعد تاني لأن هو أصلا فعل مساعد. okay؟ فعلشان كده ما جبناش معاه am or is or are. ما تقولش I am can، لا هو كان لوحده تمام كده. الطريقة التانية بقى علشان نعبر عن القدرة، هي مش فعل مساعد، هي صفة اللي هي able. able قادر، و able دي بتاخد بعدها to، لازم اجيب معاها to. able to يعني قادر على. طيب able to دي بقى يجي قبلها verb to be اللي هو am و is و are. دي اللي يجي قبلها verb to be، هي دي able to. لازم تقول قبلها am او is او are، او لو في الماضي was و were. يبقى لازم لو انت بتتكلم مضارع تجيب قبلها am او is او are. لو انت بتتكلم في الماضي عايز تقول انا كنت قادر، تجيب قبلها was او where. يبقى ده الفرق بين able to وبين can. can لا، can مش محتاجة قبلها am او is او are، ما ينفعش. لكن able to قادر على، عاوز قبلها am او is او are او was او where. لازم في جملة able to يجي am او is او are او was او where. لما كنا قلنا I can play، عايز تستخدم able to هتقول I، ما تقولش I able to، لا فين am. I am او I'm. I'm able to. I'm able to برضو هات المصدر play، فما فيش مشكلة في المصدر زي كان. كان بعدها مصدر، able to بعدها مصدر. I'm able to play. خلاص. او she is able to sing، هي قادرة ان هي تغني. اوكي، هي قادرة على الغناء. she is able to. او you are، تمام، you are able to play tennis، انت قادر على انك تلعب تنس. طيب عاوز انفي، انا كنت بنفي كان بكانت، لكن able to بسيطه جدا. am هتبقى am not، is هتبقى isn't او is not، are هتبقى aren't او are not. ده النفي. يعني مثلا جمله زي she is، okay she is able to. شفت لازم قبل able to اقول is. she is able to هي قادرة على انها مثلا act in a play، هي تمثل في مسرحية. she is able to act in a play. she is able to act in a play. عاوز انفي اقول لا 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 هي مش قادرة ان هي تمثل في مسرحية، هقول she isn't بس كده. she isn't able to act in a play. يبقى able to لازم يكون قبلها am. بشوف انا بضغط قوي على الحته دي، لازم يكون قبلها am. شوف انا بعمل ستريس قوي على الحته دي، ان able to لازم يكون قبلها am او is او are او was او where. طيب عاوز تسال انت عندك am او is او are was او where، يخلصوا لك كل حاجه، يخلصوا لك النفي تحط not ليهم، يخلصوا لك السؤال ابدا بيهم. اوكي، is he able to او are you able to. فقاموا الزوار هنا عندنا هم اللي هيعملوا لي كل حاجة. ابدأ بإز، قول is he able to. okay is he able to. يبقى verb to be عمل لي النفي، verb to be اللي هو قاموا الزوار وزوير عمل لي السؤال، اعتمدت عليه في السؤال. is he able to، is he able to هل هو قادر على. okay is he able to مثلا paint a picture. is he able to paint a picture هل هو قادر على انه يرسم صورة. لو ايوه هقول yes he is، لو لا هقول no he isn't. خلاص. او يجو is و are و am و was و were. verb to be يجي فعل مساعد في سؤال زي what. يبقى what is he او what are you، اجيب verb to be. What are you able to؟ لازم في جملة able to أشوف am أو is أو are أو was أو where. What are you able to do؟
What are you able to do؟ في كان لا كان ما كناش محتاجين ام واز وار خالص ولا واز وير خالص. كان كانت هي بتعمل كل حاجه، لكن able to علشان اصلا able to مش فعل، فجابت ام واز وار او واز وير معاها، وبقوا ام واز وار واز وير هم اللي بيعملوا كل حاجه. ممكن اقول لك مثلا are you able to، مفيش are you can، اوعى من دي، اوعى are you can، no كان مفيش معاها ام واز وار، لكن are you able to، are you able to، هل انت قادر على ride a bike، انك تركب عجله. Are you able to ride a bike؟ لو ايوه هتقول لي yes. I اوعى من I are. Yes I am. لو لا هتقول لي no. I'm not. Okay. No I'm not. No I'm not. طيب هل في حاجة تانية ممكن نعبر بها عن القدرة غير can وغير able to؟ في يا سيدي no. يعرف how to. ازاي؟ يعني يعرف ازاي؟ يقول لك مثلا انا اعرف ازاي ارسم. اوكي لما اقول لك انا اعرف ازاي ارسم، انا اعرف ازاي اغني، انا اعرف ازاي اعزف على الاله الموسيقيه دي، معناها ان انا بقدر، معناها ان انا اي كان. خلي بالك معايا بقى من يعرف ازاي دي، هي بتتقال ازاي بالانجليزي؟ يعرف يعني نو، ازاي يعني هاو، اسمها نو هاو، وبعد كده هقول تو علشان اجيب مصدر بعدها. يبقى دي طريقة برضو بعبر بيها عن القدرة، know how to يعني يعرف ازاي. ناخدها في مثال، لما اقول لك I انا know how to، انا اعرف ازاي write a script، ان انا اكتب سيناريو. I know how to write a script. I know how to write a script. I know how to write a script. طبعا جملة سهلة جدا، I know how to write a script. افرض بقى انا ما بعرفش ازاي اكتب script، هقول I don't know. تمام؟ يبقى can ما كانتش محتاجة أي فعل مساعد، able to معاها جاي معاها جاهز am و is و are، لكن know how to هشتري ليها do أو does، وهقول لك إمتى does دلوقتي، لما تبقى knows تقول does. هنا know I know أنا أعرف، إن فيها I don't know، صح كده؟ I don't know. I don't know how to write a script. يبقى know how to نفيها don't know how to. I don't know أنا لا أعرف how to كيف write a script، أنا ما أعرفش إزاي أكتب سيناريو. I don't know how to write a script هي هي I can't write a script، أنا ما أعرفش، أو I'm not able to أنا لست قادر إني write a script. تمام؟ write a script. طيب عايز بدل I اقول هي او شي او ات او اي اسم مفرد، قول يا سيدي مثلا منى، بدل اي قول منى. هل هيفرق حاجة في الجملة؟ منى من اصحاب الاس، فاكر؟ يبقى منى نوز. خلي بالك قوي من دي بقى، ان الفعل النو مضارع بسيط، الفعل النو بيبقى النو مع اي وي ويو وزي واي اسم جمع، لكن مع اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد بنضيف للفعل اس، فهتبقى منى نوز هاو تو رايت ا سكريبت. يبقى خلي بالك برضو يا حبيب قلبي من الحاجة دي، خلي بالك من اس المضارع البسيط اللي طلبة كتير بينسوها، منى knows how to write a script. طب عاوز انفي بقول منى ما تعرفش ازاي تكتب script، هتبقى منى هل هشتغل على do؟ لا هشتغل على does. منى من اصحاب الاس بنفي does، الفعل لما يبقى فيه اس بنفي does not. منى does not اللي هي doesn't، وdoes زي ما انت عارف لازم يجي معاها فعل في المصدر. منى doesn't know، منى knows، يبقى منى doesn't know how to write a script. منى doesn't know how to write a script. منى ما تعرفش ازاي تكتب سيناريو، يبقى طريقة know how to تمام هتبقى knows how to مع اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد. عايز انفي اقول don't know how to، وده مع I وي وي وذي واي اسم جمع، او doesn't know how to تمام مع هي وشي وات واي اسم مفرد. يبقى know to عاوزه مين معاها علشان تقدر تنفي وتسال؟ عايزه do does، فعلشان تسال هتقول برضو do does. بمعنى بص للسؤال ده، انا عايز استخدم طريقه know how to، هقول do you know how to، do you know how to play tennis، هل تعرف كيف تلعب تنس؟ Do you know
how to. يبقى know how to عايزة do معها دايما أو does معها دايما علشان تنفي أو تسأل. Do you know how to play tennis؟ افرض عايز أقول هل هو يعرف إزاي يلعب تنس؟ يعني he. خلاص ماشي قول he بس does. He بتاخد does. Does he know how to play tennis؟ عايز أجاوب yes he does. أيوه بيعرف. أو no he doesn't لأن سألت ب does. Yes he does. Yes he does. Yes he does. أيوه بيعرف. أو no he doesn't. لا ما بيعرفش. يبقى احنا كده لغاية دلوقتي قلنا كام طريقة نعبر بيها عن القدرة؟ ثلاثة. Can مش محتاجة معاها أي حاجة. Able to محتاجة معاها am و is و are ودول بيجوا جاهزين. Know how to محتاجة معاها do does. أوكي؟ ودول ما بيجوش جاهزين دول أنا بجيبهم. اخر حاجه معانا في السكيلز لما تيجي توصف في كلمات كده بنستخدمها للوصف زي كلمه famous مشهور. كلمه famous مشهور اوكي اوصف بيها حاجه اوصف بيها مكان اوصف بيها مبنى famous. كلمه ancient اثري اوصف بيها برضو مكان اوكي او مبنى. كلمه really good يعني جيد جدا او حقا جيد really good او فعلا جيد really good okay it's really good انا بوصف الحاجه ان هي really good. كلمه important اصف فيها حاجات كتير جدا important كلمات بستخدمها للوصف important. كلمه interesting شيق اوصف قصه كتاب interesting شيق. كلمه exciting مثير exciting. كلمة boring ممل boring. normal عادي حاجة عادية normal normal normal. كلمة really cool رائع حقا أو حقا رائع really cool really cool. colorful زاهي بالألوان colorful colorful. و busy مزدحم لو وصف مكان busy مزدحم. فهو الراجل ادالك امثله على الكلام ده وقال لك ايجيبت از فيموس. يبقى انا تعبيرات وصف ايجيبت از فيموس فور اتس انشنت ارت او ذا ارتست وير ريلي جود الفنانين كانوا حقا جيدين بيكوز هي شود وات لايف واز لايك لانهم عرفونا الحياه كانت عامله ازاي ان ايجيبت ان ذا باست اند ناو. بعد كده في تعبيرات لاعطاء الراي لما تيجي تبدي رايك تعبر عن رايك عايز تقول ان ده رأيك الشخصي يعني يحتمل الصواب او الخطأ لكن ده رأيك انت فتقول from my point of view من وجهة نظري تمام from my point of view from my point from my point of view حفظ او حفظ from my point of view وتقول رأيك بعدها from my point of view the artists were really cool. ممكن تقول I think او I thought I think أنا أعتقد أو I thought أنا أعتقد أنا كنت فاكر I thought I thought the cartoons were also really cool. ممكن تقول it made me feel أنا حاسس إن it made me feel it made me feel happy أنا حاسس بالسعادة because it was very colorful لأن الحاجة دي مبهجة ملونة. يبقى it made me feel okay عندك from my point of view عندك I thought عندك it made me feel. التعبير عن الحاجة اللي انت بتفضلها قول my favorite thing my favorite thing يعني شيء المفضل okay اكتر حاجة بفضلها my favorite thing in a museum was a painting called المدينة by محمود سعيد. اكتر حاجة بفضلها في المدينة هي رسمة اسمها المدينة لمحمود سعيد يبقى هنا my favorite thing. ممكن تقول the best thing يعني افضل حاجة about عن او بخصوص the best اسمها كده the best thing about the best thing about افضل حاجة بخصوص يعني مثلا the best thing about the museum افضل حاجة بخصوص المتحف is in that it is free to visit انه مجاني للزيارة. يبقى the best thing about افضل حاجة بخصوص. لما تيجي تعبر عن اعطاء توصية عايز توصي حد بحاجة قول له I recommend زي ما قلنا في language notes recommend بيجي بعدها اسم او فعل مضاف له ing
عايز توصي حد او ترشح حاجة. I recommend. I recommend. Okay. I recommend. I recommend locking. هنا جبت فعل مضاف له ing. I recommend locking. Okay. جي بعد recommend فعل مضاف له ing. I recommend locking at the clothes. ارشح النظر للملابس. Okay. Clothes. او رؤية الملابس. From other countries. اللي من بلاد اخرى. From other countries. اللي من بلاد اخرى. تمام. او مثلا it's a good idea to. انها فكرة جيدة ان. وتو هتجيب مصدر بعدها. It's a good idea to do sports. انها فكرة جيدة ان تؤدي رياضة او ان تلعب رياضة. It's a good idea to. It's a good idea to do sports. فبس كده خلصنا سيشن النهاردة. مبسوط جدا انك كملت الفيديو للاخر. الدرس سهل جدا. خلي بالك بس من التعبيرات عن القدرة الثلاثة. can, able to, know how to. ركز في كلمات النهاردة, احفظها كويس, والسكيلز اللي اتكلمنا فيها توحشني كتير جدا. لغاية السيشن الجاي. سلام. جود باي.